السلام عليكم ورحمة الله. واحد ممكن يرد عليه انه يغضب او يتعصب او يتنرفز، فعايزين حاجة كده يعني تهديه وان هو يتجاوز الغضب ده، ما يقولش كلمة، ما يغضبش او يتعصب على حد، يبقى عنده تمالك لأعصابه. احنا وبعدين يتذكر ثواب كظم الغيظ. هقول لكم على 5 حاجات مهمة قوي نحاول احنا نتجاوز بها عقبة العصبية والنرفزة والغضب والحاجات دي كلها. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة، أوجز وصية وأقصر وصية في سنة النبي عليه الصلاة والسلام احنا عارفينها، جاء رجل إلى رسول الله قال له يا رسول الله أوصيني، قال له لا تغضب. وسيدنا أبو الدرداء النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله دلني على عمل يدخله الجنة، قال لا تغضب ولك الجنة. يبقى أنت لو ملكت أعصابك وكظمت غيظك وما تنرفزتش وما تعصبتش على زوجتك، على أولادك، على زمايلك، على أصحابك، على أي حال هنا ولا هنا، يبقى أنت وتذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب ولك، أنت أنا مش هغضب عشان أخش الجنة. وكمان ربنا سبحانه وتعالى لما أعد صفات المتقين في سورة آل عمران قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في الآخر ربنا قال إيه؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة. طيب احنا عاوزين خطوات 5 نعالج ونقاوم ونواجه ونتغلب بها على الغضب وعلى العصبية وعلى التعصب وعلى النرفزة. اقول لك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. اول حاجة، اول ما تحس انك هتغضب وتتنرفز كده، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. في الحديث استب رجلان امام النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام احدهما مغضبا وقد احمر وجهه، عارف اللي هو بيتغير بقى لونه كده وخلاص هيعمل في حد حاجة، احمر وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 1 بل استعاذ. 2 غير الهيئة بتاعتك. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. يعني أنا كنت زعلان وبتنرفز وأنا إيه؟ وأنا واقف أقعد، وأنا لما قعدت ما فيش حاجة برضو زي ما أنا حاسس إن أنا ثاير وغضبان، قال لك فليضطجع. المهم يغير الحركة بتاعته حتى إيه؟ يهدى. ده 2 تغيير الهيئة. 3 إذا غضب أحدكم فليسكت. تسكت كده وما تنفعلش مع اللي قدامك وما يبقاش فيه سجال، ده هيهديك شوية. يبقى الاستعاذة 1، 2 تغيير الهيئة، 3 السكوت، 4 الوضوء. روح اتوضى. ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هيفرق معك قوي لو 4-5 عليكم بهذا الدعاء الذي ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم علم الدعاء للسيدة عائشة القاسم بن محمد، يقول كانت عائشة إذا غضبت عرك النبي بأنفها، عمل لها كده، ثم قال لها يا عويش قولي اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. نقول الدعاء تاني، اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. دي 5 حاجات هلخصها: استعادة، تغيير الهيئة، السكوت، الوضوء، هذا الدعاء الذي قلناه في الآخر الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم استعشى، وقبل هذا كل وبعد هذا كل تذكر ثواب كظم الغيظ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والكاظمين الغيظ. قال النبي لأبي الدرداء لا تغضب ولك الجنة. ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء.